أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد انتهينا في المحاضرة السابقة في قول الشيخ رحمه الله تعالى: حياته وقدرة إرادة، وكل شيء كائن أراد. وتكلمنا عن الحياة وعن القدرة وعن الإرادة، وقلنا إنه لازال بقي لنا كلام في الإرادة بعد أن ذكرنا تعريفها وذكرنا تعلقها، وأن لها تعلقا تنجيزيا قديما، ثم قال بعضهم إن لها تعلق تنجيزي حادث عندما يحدث الشيء الذي أراده الله سبحانه وتعالى. يعني كأن ذلك التعلق ماشي مع تعلق القدرة، لأن القدرة زي ما قلنا لها تعلقين: صلوحي قديم وتنجيزي حادث، غير تعلقات القبض التي ذكرناها قبل ذلك في القدرة. فكأن الإرادة حبوا يقولوا هي لها تنجيزي قديم وتنجيزي حادث. فالتنجيزي القديم أن الله تعالى أراد الأشياء قديما وقدرها، ده تنجيزي قديم. والتنجيزي الحادث لم حينما يبرز مراد الله تعالى إلى الوجود فيظهر، يبقى يتعلق به أو تتعلق به الإرادة تنجيزا حادثا. والصحيح أن ذلك يعني شيء خاص بالمراد، شيء خاص بالمراد وليس تعلقا، وهي ليس لها إلا تعلق تنجيزي قديم فقط. يعني التنجيز القديم ده بعدين يظهر مراد الله سبحانه وتعالى فيما نجزه قديما بإيه؟ بإرادته. ولذلك قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم بعد ذلك قلنا إن الله تعالى يريد كل شيء، هذا اعتقاد مذهب أهل السنة، أنه يريد كل شيء، فيريد الخير ويريد الشر. كون أن أفعال الله سبحانه وتعالى ليس فيها شر حقيقة، هذا شيء لا يعلمه إلا الله، وإحنا مش بنتدخل فيه، وإنما إحنا بنشوف الواقع قدامنا، هل هو مراد لله أو ليس مرادا لله؟ بقى الواقع من حيث إن هو شر قدامنا هو شر كده، ومن حيث كونه خير برضو أمامنا إنه هو إيه؟ خير. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يبقى برضو في حاجة اسمها شر، وفي حاجة اسمها إيه؟ في حاجة اسمها خير في الواقع. لكن الأشياء الباطنية الله تعالى أعلم، قد يكون المسألة فيها خير وقد يكون ما احنا ما نعرفش بقى. ولذلك فسر قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. قالوا الله لم يقل بيدك الخير، فحبوا يكملوا التقدير فقالوا بيدك الخير والشر. لماذا؟ قالوا لأن إيتاء الملك خير ونزعه شر. في الواقع بالنسبة للمالك اللي بيملك، لما ينزع منه الملك غصب عنه يبقى ده شر بالنسبة له، خلاص؟ طيب، وتعز من تشاء الإعزاز خير، وتذل من تشاء الذلة شر بالنسبة للمذلول. طب كويس، بيدك الخير. الناس التانيين قالوا لهم: لا تقدروا في الآية مقدر، بل هو بيدك الخير، فإيتاء الملك خير ونزع الملك خير. نزع الملك إيه؟ خير، خير بالنسبة للمالك
لأنه كان حيطغى ويحصل منه ويحصل منه ويعاقب، وخير بالنسبة للناس لأن كان هيظلم الناس ويفتري عليهم وكذا وكذا، فلذلك نزع الله الملك منه. يبقى ده خير ولا شر؟ قالوا يبقى خير، ده في الباطن. طب والإعزاز ها خير، محدش يقول فيه كده. والإذلال شر ولكنه في الحقيقة إيه؟ خير. ليه؟ لأنهم قالوا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. قد يعز إنسان ها فيحدث له طغيان وتكبر في نفسه فيعاقب هو ويضر غيره، وقد يذل إنسان فتكون الذلة له خير. ولذلك ورد في حديث عند قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن يقدر ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الحديث ورد إن من عبادي لمن لا يصلح حاله إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي لمن لا يصلح حاله إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي لمن لا يصلح حاله إلا الصحة ولو أسقمته لفسد حاله، وإن من عبادي لمن لا يصلح حاله إلا المرض ولو أصححته لفسد حاله، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير. يبقى المسألة ما حدش عارف الخير فين ولا الشر فين. إحنا بنقول له نعم هذا إحنا معترفين به، لكن في الواقع قدامنا إني إيتاء الملك خير ونزع الملك شر، والإعزاز خير والإذلال إيه شر، ده في الواقع. فإحنا متفقين على أن الله سبحانه يعني كفر الكافر ده مراد من الله ولا لا؟ نعم مراد من الله. كفر الكافر بالنسبة له شر ولا خير؟ شر. وبالنسبة للمجتمع برضه يعتبر شر بالنسبة لنا. خدت بالك؟ أهو كفر الكافر ده لا خير فيه مطلقا. كفر الكافر ده لا خير فيه مطلقا. كيف تلتمس له خيرية؟ مش معقول أنك تعتقد في الكفر خير أبدا بأي حال من الأحوال، ومع ذلك هو شر. ولكن حكمة الله عز وجل التي اقتضت تقديرا أن يجعل للعباد اختيارا جعل هذا الرجل له اختيار، فيكفر بمحض إرادته ويؤمن بمحض إيه؟ بمحض إرادته. كان ما بقي إلا أن يقول يا رب لماذا أعنت فلان على الإيمان ولم تعين البعيد عن الإيمان، لم تعينه على الإيمان، عاوزني حاسب ربنا بقى. لا، طب أنت ربنا سبحانه وتعالى أنت اخترت الشر واخترت الكفر فأعانك الله على الكفر ويسر لك الكفر، أفمن زين له سوء حسن عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يبقى يضل من يشاء أن يختار الكفر يقول له يلا، إذا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، والثاني تختار الهداية يقول له سأعينك ويسر لك. ولذلك ذكرنا لكم قبل ذلك حديث من تقرب إلي إيه؟ شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته عرولا. والآية الصريحة بتقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إنما نقول هذه الأشياء ونكررها حتى يرد بها على كثير من الناس، يقول لك طب ربنا سبحانه وتعالى أراد كذا وعمل كذا، نقول له الإرادة شيء والقهر شيء آخر على فعل شيء. الإرادة شيء والقهر على فعل الشيء شيء آخر. وإنت لا تشتغل بما أراد الله تعالى فيك، ولكن اشتغل بما أراد الله منك. يعني أنت اشتغل معنا بما أراد الله فينا، هو ده اللي خرب الدنيا خالص.
إنما اشتغلنا المفروض يكون بما أراد الله تعالى منا. هو ده اللي نشتغل. طلب مني إن أنا أصلي أصلي، طلب مني إن أنا أصوم أصوم، طلب مني كذا كذا. هل فينا واحد يعلم عاقبته إلى الآن؟ طيب لو وقفنا عند هذا الحد ولا لك احنا شعرفنا بقى يختم لنا بإيه؟ يبقى نقعد نصلي 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 ونتعبد وبعدين ما حدش عارف المسألة إيه. ولذلك قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا أتكل على ما في كتبنا، ما دام ربنا أراد الأشياء كلها قديما وقدرها وكتب كل حاجة قديما، أفلا نتكل على ما كتب لنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. مسألة طمن شوية دي، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلو أنت يسرت لفعل الخير يبقى دي ذريعة لأن ربنا يخدم لك إن شاء الله بالخير، ولو يسر لفعل الشر يبقى دي ذريعة أنه ممكن ربنا يخدم له بالإيه؟ بالشر. لكن انقلاب الخير شريرا هذا نادر كما قال، وأما انقلاب الشرير خيرا فهذا الكثير، وذلك من فضل الله عز وجل. يبقى انقلاب الشرير خير كتير أوي 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 أوي، وانقلاب الخير شريرا هذا أمر نادر. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخير إن شاء الله. يبقى إذا إحنا قلنا دلوقتي الإرادة، طب دليل الإرادة إيه؟ ما دليل الإرادة؟ دليل الإرادة الله سبحانه وتعالى فاعل الكون كله أو فاعل أفعاله بالاختيار، وكل من فعل أفعاله بالاختيار ثبتت له الإرادة، فالله عز وجل ثبتت له الإرادة. خلاص؟ يبقى إيه؟ الله تعالى فاعل أو خالق هذا الكون بالاختيار، وكل من ثبت له الاختيار ثبت له الإرادة. خلاص؟ فالله تعالى وجبت له الإرادة. طب إيه من إيش عرفنا بقى أنه هو فعل الأفعال بالاختيار وكذا وكذا؟ نقول له هنخلي السمع بعدين. الإكراه لا يكون إلا بشيئين: إما أن تكون هناك قوة أعلى منك فتقهرك على فعل الشيء، يأتي واحد أقوى منك ومعه سلاح ولكن ما عملتش كذا حرام، يبقى إذا قهرك على فعل الشيء. يبقى أنت لما تعمل حاجة تعملها مختار ولا مكره؟ مكره قطع، لأن مالكش إرادة، لولا ذلك أنت ما كنتش عملتها. كويس؟ الشيء الثاني أن يكون علمه قاصرا فيقدر أنه سيفعل أشياء وبعد ذلك ينكشف له شيء فيقهر على ترك الذي قال إنه سيفعل. أنت مثلا، نضرب مثل صغير، قابلت إنسانا وسألك مالا فوعدته أن تعطيه مالا، خلاص؟ فأنت مش عارف بقى الأحوال اللي عندك في البيت وضعها إيه وفي حياتك، فذهبت إلى البيت فقال لك: إزاي أنت توعده مع أن أنت أولادك عايزين كذا وحالك عاوز كذا ووعدت واحد أنك تعمل كذا وكذا؟ فعلمك قاصر عن ساعة ما وعدته، علمك قاصر فتمتنع عن إعطائه. أنت كنت عايز تديله لكن في حال أتتك فقهرتك قهرا عنك فمنعتك من ذلك. يبقى الإكراه يبقى كم حاجة؟ حاجتين: إما قوة أعلى منك، وإما علم قاصر تبدت لك منه أشياء فمنعتك أن تفعل. طب قل لي بقى أيتهما بالنسبة له سبحانه وتعالى؟ هل هناك من هو أعلى منه حتى يقهره أو يقهره على فعل شيء؟ ما فيش، خلاص. لأن لو في حد أعلى هيبقى هو الإله، خلاص؟ ما فيش حدش أعلى منه، لأن الإله هو الأعلى، سمي اسم ربك إيه؟ الأعلى. فليس هناك من هو أعلى منه إطلاقا، يبقى ما فيش قوة أقوى منه علشان إيه؟ ولذلك لما قال إننا كتبت الرحمة قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة.
مش حد كتب عليه. ولذلك المعتزلة أصابهم الحمق حين أوجبوا على الله تعالى الصلاح والأصلح للعباد. نقول لهم أوجبتم، مين اللي أوجب عليه؟ معنى واجب إن أنا لا منص لي من فعله، حد أوجب عليه إن أنا أعمل الحاجة الفلانية دي. من الذي أوجب عليه؟ هل هناك من هو أقوى منه حتى يوجب عليه؟ لا، بل هو سبحانه وتعالى يراعي الصلاح والأصلح من رحمته بعباده، إنما لا يجب عليه الصلاح والأصلح. ألم يروا إيلامه الأطفال وشبه فحاذر المحال؟ طب الأطفال دي عملت إيه عشان يألمهم؟ وشبه الأطفال زي البهائم عملوا إيه؟ لو أن الصلاح والأصلح واجب عليه، طب ما الطفل مش ما يحتاجش ألم بقى، لا يؤلمه، لأن الصلاح بالنسبة له إنه هو ما يؤلمش، والبهائم الصلاح بالنسبة له إنهم، لكن البهائم تألم ولا لا؟ والطفل يألم ولا لا؟ مع إنه لا عمل ذنب ولا عمل أي حاجة. يبقى لو كان واجب إنه يراعي الصلاح والأصلح لم يؤلم طفلا، ولم يؤلم بهيمة، ولا أي حاجة من هذه الأمور. مفهوم الكلام ده؟ فالله سبحانه وتعالى فاعل بالاختيار، مفيش قوة أعلى منه بتقول له لازم تعمل. وأيضا علمه اتضح أنه يعلم الواجبات والجائزات والمستحيلات كما دللنا على ذلك، فعلمه لا يمكن أن يكون قاصرا، بل اتفقنا على أنه قدر المقادير قبل خلق الخلائق ب50,000 سنة، وقدر ما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى خلاص انتهى، يبقى ما فيش حاجة تكشفت له بعد ذلك حتى يمتنع من فعل شيء مضطرا لأجل ذلك الذي تكشف. ولذلك يقول لك كان وعده مفعولا. ليه مفعولا؟ لأنه ما فيش حاجة. وبعدين يقول لك أتى أمر الله، مش سيأتي أمر الله، أتى أمر الله. انت بتخبر عن حاجة في المستقبل، يقول لك نعم، لأن ربنا ما عندوش زمن، لا ماضي ولا مضارع ولا مستقبل، الأزمنة بالنسبة له كلها واحد، لا يحكمه زمان ولا ايه ولا مكان. وبعدين هو قدر انه اتى، يبقى خلاص مفيش حاجة هتتدخل بعد ذلك تقول لا الصالح انه ما يجيش يوم القيامة. فكأنه حصل على طول. الحاقة، الحاقة اللي هي ايه؟ قيامة. حقت يعني ثبتت ووقعت، مفيش حد يقدر يمنعه من انه هو يعملها. السماء منفطر به كان وعده ايه؟ مفعولا. خلاص انتهى الموضوع. يبقى تعلم ان الاكراه ياتي من امرين، من قوه قاهره عنك قهرتك بالفعل، او من قصور علم لم تكن تعلمه فيتكشف لك شيء يمنعك من ان تفعل هذا. لا دي موجوده عنده ولا دي موجوده عنده، فدل ذلك على انه تعالى فاعل فعله بالاختيار. وما دام ده فاعل فعله بالاختيار، يبقى الاختيار لا يكون الا عن اراده. اما الذي يفعل عن غير اراده يبقى ده فعل مكره. يا اخي ده حتى في التكاليف الشرعيه هو المكره ليس عليه شيء. يعني من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره. لا عليه شيء؟ ليس عليه شيء. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، فهو رفع ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لو واحد حلف بالطلاق مكره، واحد قال له هموتك لو ما حلفتش بالطلاق، وأقسم بالطلاق الثلاثة مثلا، ولا أي حاجة مطلقة ولا يقع عليه، لأنه لا طلاق في إيه؟ في إغلاق. فالإكراه يسلب الإرادة، يسلب إرادة الشخص. وسلب إرادة الشخص نقص بالنسبة له ولا مش نقص؟ قطع النقص. فإذا كان هذا في الآدميين فكيف بالنسبة للإله الذي له صفات الكمال؟ فالإرادة ثابتة. أما السمع فهو كثير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، فعال لما يريد. إن الله يفعل ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، كل حاجة بالإرادة بالإرادة. هذا أكبر دليل على أن الله تعالى ثبتت له صفة الإيه؟ ثبتت له صفة الإرادة. طيب هنا الإرادة
ناس قالوا أن الإرادة هي الأمر، الإرادة هي الإيه؟ هي الأمر، ويقصدون بالأمر الأمر النفسي وليس الأمر اللفظي، لأن الأمر اللفظي لم يقل أحد أبدا إن الإرادة هي الأمر اللفظي، لا المعتزلة ولا غيره، إنما الإرادة هي الأمر النفسي الذي دليله اللفظ بقوله افعل، والنهي النفسي المدلول عليه بأمر، يبقى حاجتين، الأمر النفسي والنهي النفسي المدلول عليه بأمر لفظا. وإيه النهي اللفظي النفسي المدلول عليه بأمر لفظا؟ كلمة كف، كف ده نهي، يعني كف عن فعل كذا، يعني أنت تنهاه عن أن يفعل كذا، خلاص؟ لكن لو جئت بصيغة لا فذلك ليس أمرا. يبقى لو واحد ألغز لك وقال ما النهي النفسي المدلول عليه بأمر لفظي، تقول له النهي كلمة كف عن الفعل، أكفف عن الفعل، يبقى نهي نفسي مدلوله أمرا لفظي. فهم قالوا الإرادة الأمر النفسي والنهي النفسي المدلول عليه بأمر لفظي، مدلول عليه بأمر لفظي، ماشي؟ هذا كلامهم. نقول لهم الحقيقة أن الإرادة ليست كذلك، الحقيقة أن الإرادة ليست كذلك، خلاص؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا كان، مش كده ولا لا؟ طيب هل أمر أبا جهل بالإيمان أم لم يأمره؟ أمره، ولا يكون أمر لفظي إلا وله أمر نفسي، ومقتضاه أنه نهاه عن الكفر بقول كف، يعني كف عن الكفر. فيبقى لو كانت الإرادة هي الأمر ونحن متفقون على ألا يتخلف المراد عند الإرادة، يبقى حينئذ لما أمر أبا جهل بالإيمان ولم يؤمن فقد تخلفت الإرادة، مفهوم ولا مش مفهوم؟ وهذا لا يصح أبدا. الآية القرآنية يبقى عايزين تنكروا الآية اللي تقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون على طول، أشياء متلازمة مع بعضها. فلو كانت، يبقى تقول له بقى لو كانت الإرادة هي الأمر النفسي المدلول عليه بالأمر اللفظي والنهي النفسي المدلول عليه بالأمر اللفظي لتخلف مراد الله، وحينئذ قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يبقى حيتخلف، أن يقول له كن يبقى حيتخلف، ويجيب له دليل بقى قاطع إن الله تعالى أمر أبا جهل كما أمر غيره بالإيمان، فلو كانت الإرادة هي الأمر لتخلف المراد، لتخلف الإيه؟ المراد، خلاص؟ وبعضهم قال الإرادة هي الرضا بالشيء، الرضا بالإيه؟ بالشيء. نقول لهم هل الكفر والمعاصي مرضية بالنسبة لله عز وجل؟ لكن كلنا متفقون على أنه مريدها، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، يبقى كأنه على ذلك، هو إذا أراد الشكر وقع الشكر، وإذا أراد الكفر لا ولا يريد الكفر، نقول له لا، إحنا عندنا كل حاجة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، خدت بالك؟ فلو أراد الله الكفر لإنسان لكفر، ولو أراد الله الإيمان من الكافر لآمن،
ولكن الله تعالى لم يتدخل بقدرته ليقهر الكافر على أن يؤمن ويغلبه على أن يؤمن. أبدا، ترك له الاختيار والإرادة، تخطيط قديم أزلي مش متعلق بالقهر مطلقا، لا الإرادة ولا العلم. يعني لما ربنا بيكتب علينا الأشياء اللي بنعملها يكتب بمقتضى قدرته ولا بمقتضى علمه؟ بمقتضى علمه. ثم يعلم أن هذا العبد سيكفر فيريد منه، يريد له الكفر خلاص. لكن ألم يخلق له قدرة كما خلق لغيره؟ بل خلق له قدرة كما خلق لغيره، جاب له مية يتوضا وخلق له إيد وهو إلى آخره وكذا، لكنه هو لا يريد أن يفعل ذلك الشيء، هو مش عاوز يعمل، لم يخطر الإيمان. يبقى لما ربنا ما يكتبلوش إنه كافر قديما وما كذا، يبقى تريدون أن يتخلف علم الله عن الواقع بقى ولا إيه؟ مش عارف أنا الكلام واضح ولا لأ؟ كلام واضح؟ يعني الله تعالى كتب للعباد مقاديرهم بمقتضى صفة الإيه؟ العلم. كويس؟ طيب العلم ده له دخل بالقهر والقوة؟ يعني قهر حد بعلمه على شيء؟ أبدا. طب لما كتب له بمقتضى علمه وعلم أن ذلك العبد سيهدى سيهديه ويدله ويعمل ما يبعث له الرسل ويحذره وينذره، ومع ذلك ذلك العبد لا يرضى بذلك الشيء وهيبعد عنه، مسألة دي. طيب حينئذ يريد له الكفر، خدت بالك؟ مش يريد منه الكفر، لا يريد له الكفر. حينئذ لما يريد له الكفر خلاص لازم العبد يكفر. ساعة ما يكفر العبد، لو ما كفرش بعد العلم والإرادة، يبقى معنى ذلك أن علم الله معلوم العلم مدلول العلم، يبقى تخلف ولا ما تخلفش؟ وحينئذ نقول أو يقال أن ربنا ما بيعلمش المستقبل، مع أن المستقبل هو اللي بيعمله. يبقى الإرادة من باطن العلم، إنما اللي ما بتتدخلش في كفر الكافر هي القدرة، التي لا تتدخل في كفر الكافر هي الإيه؟ هي القدرة. لو أراد الله أن يقهر الجميع لأراد لهم الإيمان، ولكنه لم يرد أن يقهر الجميع، إنما سبهم مختارين، واللي عاوز ده يديهوله، واللي عاوز ده إيه؟ واللي عاوز ده. كذلك زينا لكل أمة عمل ثم إلى ربهم مرجعوا. طب ما هو زين، يقول له أيوة زين، لأنك أنت اخترت في الأول، أنت اخترت في الأول، ما دام اخترت يعينك على كده. وقلنا كتير والذين اهتدوا زادهم هدى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فإذا الإرادة لا هي الأمر النفسي ولا هي الرضا خلاص. طيب ناس تانيين قال لك لا، ده الإرادة مش لا الأمر ولا الرضا، وإنما هي العلم، هي الإيه؟ العلم. الإرادة من حيث هي صفة قالوا عليها الأمر والرضا، ومن حيث هي متعلقة بفعل الغير هي العلم. ده عندهم قالوا كده بقى الناس المعتزلة دول، لهم أشياء بحسب عقولهم وأهوائهم في بعض الأحيان. قالوا ده الإرادة دي، إن كنا نقصد الإرادة التي هي صفة لله تعالى تبقى الأمر أو الرضا بالشيء، وإن كنا نقصد الإرادة يعني فعل الغير يبقى إرادته لفعل الغير علمه به، إرادته لفعل الغير علمه إيه؟ علمه به. يا أخي ده حتى في الحس والمعروف إن الإرادة غير العلم، لأنك أنت قد تعلم أشياء كثيرة ولا تريد إنك أنت تعمل الشيء الفلاني، يبقى حد يصدق إن الإرادة علم؟ وبعدين إحنا قلنا العلم له متعلقات بالواجبات والجائزات والمستحيلات قطعا، وأما الإرادة فلا تعلق إلا بالممكنات.
يبقى إذن هتخالف العلم بلا شك يعني. فهم لما بهتوا قالوا ده الإرادة في فعله تعالى الأمر والرضا، والإرادة في فعل الغير علمه به. يعني كأنه ربنا ما بيتدخلش في فعل العبد، العبد زي ما يعلم زي ما يعمل يقول ربنا سبحانه وتعالى عالم بذلك الفعل، انتهينا على كده. يعني لا هو أراده له ولا هو كذا، كل ده عشان يفروا من مسألة إرادة الإيه؟ الشر. إرادة الشر وإرادة المعاصي. نقول له لو أنت فهمت إن الإرادة تختلف عن صفة القهر وعرفت كده كويس كنت ريحت نفسك. لأن أهل السنة يقولوا العلم والإرادة بمقتضاهم بمقتضى هاتين الصفتين كتبت الأشياء قديما، كتبت الأشياء قديما. وأما الصفة القهر اللي ممكن أقول له يا رب أنت قهرتني ليه على فعل ذلك الشيء، هو لم يتدخل بصفة القدرة في هذا الأمر من صفة القهر. لو أنت عايز كذا يعينك، لو أنت عايز كذا يعينك، لكنه أراده لك بمقتضى صفة العلم، أراده لك بمقتضى صفة الإيه؟ صفة العلم. وما أحسن قول الشيخ أبو منصور الماتريدي في قوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قال الله تعالى خلق الخلق وعلم ما سيختارونه فكتب لهم قديما فقوم اختاروا الخير فكتب لهم الخير في الأرواح قديما يعني، وقوم اختاروا الشر يعني خير الله عباده وأرواح عباده، فأرواح اختارت الخير وأرواح اختارت الشر، وأرواح فوضت الأمر لله وقالت أختار ما تختاره لي يا رب. فالذي اختار الخير كتب الله له الخير، والذي اختار الشر كتب الله له الشر، والذي فوض الأمر لله عز وجل اختار له أحسن ما يكون من أنواع الخير. يبقى أدي اللي قاله أبو منصور الماتريدي وأورده الإمام النسائي في تفسيره عند قوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الإيه؟ من الجاهلين. وروينا لكم المناظرة بتاعت أبو إسحاق الإسفرايلي مع عبد الجبار الهمداني عشان ترد على حكاية الكره والشر والكلام ده كله. سبحان من تنزه عن الفحشاء، عايز يقول له إن إحنا بنقول إن ربنا ما بيريدش القباح والشرور. التاني قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، كل حاجة بإرادته. أفيريد ربنا أن يعصى؟ قال له أفيعصى ربنا كرها؟ يحصلش غصب عنه لا. فقال أرأيت إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فإن الله يفعل بفضله ما يشاء. يبقى الحكايه مش عايزه بقى، مش عايزه فلسفه. ولذلك قال الشيخ هنا رحمه الله وكل شيء كائن أراد، كل شيء كائن، خلي بالك، وكل شيء كائن يعني كل ما هو كائن ها أراده، أراده. يبقى كلمة أراده دي فعل متعلق بإيه؟ وكل شيء كائن أي ممكن كونه وكينونته هو مراد لله عز وجل، لا يشد شيء عن إيه؟ لا يشد شيء عن إرادته سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله كلام، نعم. وإياكم بضده قد أمر. وإياكم بضده قد أمر. أيوه. وإن يكن بضده قد أمر إيه؟ فالقصد غير الأمر فطرح المراد. ما إحنا تكلمنا عنه، كل ده تكلمنا عنه. القصد الأمر والإرادة والحاجات اللي زي دي لما قالوا غايرة الأمر والرضا والكذا، هذا الذي تحدثنا عنه. بعد كده بيقول إيه؟ كلامه فقد علمت أربعة أيوه في الكائنات فاحفظ المقام. أيوه نعم. فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام. يبقى احنا عرفنا إن الكائنات كام؟ أربعة أشياء، إيه؟ أرادة ها؟ وأمر،
أمر ولم يرد، أراد ولم يأمر، لم يأمر ولم يرد. إحنا تكلمنا عنه الأسبوع اللي إيه؟ الأسبوع اللي فات والأسبوع الماضي. طيب على كل حال إحنا يعني صفة الكلام الحقيقة فيها كلام مهم جدا، ولا بد لكم من الحرص عليه، وأنا سأعطيكم فيه إن شاء الله يعني خلاصة ما قرأت في هذه المسائل من الكتب المطولة، ولكن أرجوكم أن تؤخروا ذلك إلى الأسبوع الماضي علشان الصوت عندي يعني تعبان شوية كما تلاحظون. فإن شاء الله إحنا بفضل الله كنا عاوزين نتحدث عن الكلام، وعندكم في أخ كريم كان دايما يسألني عن صفة الكلام، هنا الكلام والكلام النفسي والله إلى آخره. فبفضل الله تعالى في الأسبوع القادم إن شاء الله، إن أحيانا الله، نتحدث عنه بوفاء إن شاء الله عز وجل، لعل الله يكون قد شفى الصوت شيئا ما. اللي حد عاوز أي سؤال يتفضل يسأل. أي سؤال؟ أنا متطوع أريد أن أخذ فيكم أجرا من الله عز وجل. نعم. أيوة. هل ثم فرق بين المشيئة والإرادة؟ نعم. هل ثم فرق بين المشيئة والإرادة؟ المشيئة والإرادة من حيث اللغة فقط، ولكن المدلول واحد، إنما من حيث اللغة في فرق بينهم. تبالي؟ المشيئة يعني شيء ليس فيه قصد، والإرادة شيء فيه قصد، ده من حيث اللغة. ولكن المدلول بتاعهم واحد، مدلولهما واحد في الاصطلاح بتاع التوحيد، المدلول واحد، المشيئة والإرادة بمعنى واحد. نعم. قال الكافر يا سيدنا، لو قال الكافر أراد لي الكفر، أمرني الإيمان وأراد لي الكفر، نعم، فلما يعذبه؟ طب يعني ما تخليك في المسألة دي. طب يبقى المفروض أراد للإيمان الإيمان وأمره بالإيمان فلما يثيبه؟ خلينا كده في الحتة دي، لأنك أنت لما تبحث الشيء لابد أن تبحث الشيء ونقيضه والشيء وضده، أما أن تبحث الشيء من جهة واحدة فذلك غير موضوع في البحث، غير البحث يبقى غير موضوع. يبقى لما تيجي تقول زي واحد يقول إيه، الله كتب لي المعصية قديما فلماذا يعذبني؟ تقول له طب ما تقول والله كتب لي الطاعة فلماذا يثيبني؟ يبقى ليه سكت عن موضوع الطاعة ورضيت بيها لأنها حلوة وهتحقق مغنم، وديكها هتحقق مغرب، فعشان كده ناقشتها تريد أن تردها. فالشيء إذا بحث لابد أن يبحث هو وضده أو هو ونقيضه، فإذا لم يبحث هو وضده أو يبحث هو ونقيضه يبقى لست موضوعيا في البحث. ودي اللي عملوها المستشرقين الأول لما قالوا المسلمين دول مالهم، كل ما ينتصروا كل حرب ينتصروا فيها إيه الحكاية، فوجدوا إن النعرة القومية بتاعت العرب مش هي اللي جعلتهم يسودوا في الحروب. صلاح الدين ليس عربيا، والظاهر ببرس ليس عربيا، والناس اللي انتصروا كلهم مش عرب، يبقى ايه السبب اللي خلاهم ينتصروا؟ قال لك والله السبب انهم مؤمنين بحاجه اسمها ايه؟ القدر. فدخلوا في موضوع القدر وراحوا مدخلينهم قالوا لهم بقى تعالوا ابحثوا في موضوع القدر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا ذكر القدر فايه؟ فامسكوا، ما نتكلمش في القدر. واول واحد اتكلم فيه معبد الجهني، أول واحد يتكلم في القدر معبد الجهني. وبعدين طرحوا السؤال بالكيفية دي، الأول قالوا لهم إذا كان الله قد كتب علي الأشياء قديما وقدرها وكتب على العاصي أن يعصي فلماذا يعذبه في الآخرة؟ وسكتوا على كده. طبعا سؤال براق جميل يعطي سلوى للمنحرفين أصحاب المعاصي
انهم الى حجه يحتجون به. عشان هم ما بيبحثوش الشيء هو ونقيضه وموضوعه. فنقول له انت مش موضوعي في البحث. انت تقول اذا كان الله قد كتب على العاصي المعصيه فلماذا يعذبه؟ وفي المقابل تبحث واذا كان قد كتب عليه الطاعه فلماذا يثيب؟ لكن هو سكت عن موضوع الطاعه ورضي بيها وبلعها وساغت في حلقه، وجي عند مساله المعصيه وقفت له في الحلق. واحنا قلنا كمان انه انت بعدين قالوا له الحكايه لناس ردوها، فقالوا طب اسال هل الانسان مسير او مخير؟ بني ادم ده مسير ولا مخير؟ معنى مسير انه لا اراده له فيما يقع منه، ومعنى مخير يعني له اراده فيما يقع منه. فقالوا للناس تعالوا بقى الانسان مسير ولا مخير؟ عشان يشككوا في موضوع المحاسبه في الاخره. وبدات القضيه دي. فالعلماء ردوا عليهم قالوا لهم الانسان يلاحظ في نفسه انه مسير في اشياء، ومن فضل الله ان جعله مسيرا فيها، وهو مخير في اشياء برضه جعله الله مخيرا فيها. متى يختار الانسان بين الشيء الذي له بديل يفعله او لا يفعله، والذي لا بديل له لا اختيار للانسان فيه؟ انت لما يجي واحد يسيء اليك عندك بديل انك ترد الاساءه زي ما عمل او غير ما عمل، يعني هو لا مؤاخذه يعني ضربك الم، فانت عندك استعداد انك تشتمه او تضربه بالعصايه أو تعمل له أي حاجة غير كده. خلاص؟ لكن هات قطة آذاها مؤذن، هل عندها بديل غير إنها تخربشه أو تعضه؟ ما عندهاش بديل. يبقى لا اختيار لها، ما فيش اختيار، إنما أنت عندك اختيار. تضربه بقلم زي ما ضربك، تجيب عصاية وتديله على دماغه، تشتمه وتهزقه وتزعق له، فأنت عندك بديل. اللي فيه اختيار ما كان لك فيه بديل. أنت تريد أن تأكل اليوم لحما أو سمكا، تقول لا أجيب لحم أجيب سمك، بلاش أكل فول أكلة المصريين، واخد بالك؟ يبقى أنت تختار لأن عندك بديلات. لكن هات إن أنت ما عندكش غير درهم واحد، والدرهم ده ما يجيبش غير فول، يبقى أنت عندك اختيار؟ يبقى لا اختيار لك. فالشيء اللي فيه بديل فيه اختيار، والذي ليس فيه بديل فيه ليس فيه ايه؟ اختيار. تنظر انت الى الافعال التي تحدث منك او فيك، هل لك اختيار في ان تتنفس؟ يقدر الواحد يتنفس ولا ما يتنفسش؟ مش اختيار. ولذلك يتنفس النائم وهو نايم، لا اختيار له، من فضل الله فانت مسير في هذا الامر. طب واحد ماشي في الشارع وواحد جاب حجر وخبطوا به ضربوا به، هل له اختيار في هذا؟ ليس له اختيار، يبقى هو مسير في هذه المسألة. قل لي بالله عليك، لو واحد ضربك بحجر وانت ماشي في الشارع، هل تتصور انت ان ربنا يحاسبك يوم القيامة ويقول لك لماذا ضربك فلان بالحجر؟ ليه؟ لأن انت مسير في هذا الأمر. طب واحد بطن وجعته ومرض، ها؟ الله يحاسبه يقول له لما أصابك هذا المرض في بطنك؟ إطلاق. إنما واحد قالوا له ما تاكلش الشيء الفلاني لأن الشيء الفلاني هيأذي المعدة بتاعتك، والدكاترة قالوا له والأطباء قالوا له، وبعدين راح كان يحاسبه على ذلك ولا لا؟ ليه؟ لأن الاختيار جه، والاختيار في بديل أنت تأكل أو لا تأكل، فما كان لك فيه بديل ففيه اختيار، وما لم يكن فيه بديل لا اختيار لك فيه، وأنت غير محاسب على ما ليس فيه بديل. يعني لأن ليس لك فيه اختيار، وأما الذي فيه بديل فأنت محاسب له، لأنك تختار هذا أو تختار إيه؟ أو تختار هذا. ولذلك قالوا الأفعال التي تقع بالنسبة للإنسان ثلاث أفعال. فعل يقع في الإنسان وهذا لا اختيار له فيه ولا بديلات ولا أي حاجة، أنه مسير فيه، ليقع جوايا في الحركات والأمعاء
والاشياء دي، ده انت تبقى نايم بالليل في عز النوم وتلاقي البول حبسك، تقوم من احلى نوم وتطلع تجري على الله. انت ليك اختيار في ديت؟ واحد يروح لما اخذ يعني ده عايز يروح دوره الميه، يجي له امساك يقعد ثلاث ايام مش عارف ايه يقضي المساله، له اختيار في هذا الامر؟ له اختيار. في اشياء جواك موجوده فعلا بيقع فيك انت، ومن فضل الله انه جعلك انت مسير فيه، والا فكيف يتنفس النائم وقد خمدت ارادته واختياره؟ خلاص يبقى من النائم مش هيتنفس يبقى هيموت. يبقى اذا من فضل الله انه جعلك الامعاء بتتحرك وانت نايم، الحركات الداخليه، القلب بينبض، مش عارف ايه ايه ايه، دي حاجات تقع فيك جواك انت لا اختيار لك فيه. طيب ماشي. فعل يقع على الانسان من خارج، حاجه من جوايا وحاجه من خارج. شيء اللي يقع عليك انت وانت لا تدبير لك ولا ترتيب، هل لك فيه اختيار؟ طب هل يحاسبك الله عليه؟ لن يحاسبك الله. واحد ماشي في الشارع وجت عربية خبطته مات. طب واحد جاب سكينة وطعن نفسه بيها ومات، مين يتحاسب؟ صاحب السكينة. لأن صاحب السكينة في بديل إنه يعمل أو لا يعمل، في بديل في اختيار، لكن ده عربية جت وخبطته لا حساب عليه. يبقى الفعل اللي يقع على الإنسان لا اختيار لي فيه وبالتالي لا حساب لي فيه. الثالث بقى فعل يقع مني أنا، مني أنا، أنا الشخص اللي أختار. يبقى ما دام وقع مني أنا يبقى أنا اللي لي فيه اختيار، يبقى أنت محاسب على ما يقع منك، لا فيما يقع فيك ولا فيما يقع عليك، لا أنت محاسب هنا ولا محاسب هنا. إذا الإنسان مسير فيما يقع فيه وفيما يقع عليه، ومخير فيما يقع منه. ما حسبكش ربنا إلا على الشيء الذي يقع منك فقط، والذي يقع عليك ويقع فيك لم يحاسبك الله سبحانه وتعالى عليه. فلما يكتب لك الأشياء قديما علم أنك ستختار ذلك الشيء، لكن هل ساعة ما خلقك جعل لك طريقا واحدا ولا طريقين؟ هل نجعل له ولسانا وهديناه ايه؟ وقال تعالى: انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. جاب لك الرسل، بعثهم لك ودلك وقال لك، فانت ملت الى شيء ما معين، خلاص روح اليه. انت هتعمله في ذلك الشيء انا ساحاسبك عليه. هات لي الكافر قدام الكافر اللي كفر ده، يقول الله ثالث ثلاثة، لسانه عجز عن النطق بها ولا قدر؟ قدر على انه ينطق بها لانه اعطاه الله القدرة على هذا وذاك. والمؤمن قال ايه؟ لا اله الا الله. عجز عنها؟ لا. يبقى اللسان آلته صالحة لان تقول لا اله الا الله، وصالح لأن يقول الكافر به والعياذ بالله الله ثالث ايه؟ ثلاثة. لا دي عجز فيها ولا دي عجز فيها. أنت تقدر تمسح على راس يتيم بإيدك، وتقدر تمسك واحد تديله قلمين وتموته بإيدك برضه. يبقى لا دي عجزت ولا دي ايه؟ ولا دي عجزت. لأن دي كلها آلات خلقها الله تعالى، وهو محاسبك فقط على الذي يقع منك فقط، وأما الذي يقع فيك أو عليك فهذا موضع التسيير ولا حساب لك فيه. من ناحية ثانية، الإنسان أعلى طبقة في المخلوقات، ونحن طولنا. الإنسان أعلى طبقة في المخلوقات، تحته جنس آخر قريب منه وهو الحيوان، وتحته جنس قريب أو أبعد شوية من الحيوان وهو النبات، وتحته جنس أخير أبعد الأجناس وهو الجماد. كويس؟ هو تميز الجماد، الجماد ما تميزش بحال خالص،
النبات تميز عن الجماد بإيه؟ بخاصة أعلى شوية وهي النمو. طيب الحيوان تميز عن النبات بماذا؟ بالحس والحركة. كويس؟ طيب الإنسان تميز عن هؤلاء بماذا؟ بالفكر. خلينا كده نتكلم بالفكر. كويس كده؟ كويس. هل تميز التميز الإنسان عن الحيوان والنبات والجماد منع ما فيه من خاصية النبات والجماد والحيوان، ولا فيه الخواص بتاع الثلاثة دول؟ مش فيه؟ فيه الحس والحركة بتاع الحيوان، عشان كده بيقولوا الإنسان حيوان. لا سيب ناطق دلوقتي، حيوان ماشي. طيب في مسألة النمو يبقى أخذ خاصية النبات، فيه خاصية الكثافة والقوة، وأنه إذا رفع إلى أعلى لا يملك نفسه بل تتحكم فيه قوانين الجاذبية فتسدل به الأرض كالحجر تماما. يبقى فيه الخاصية دي ولا ما فيهوش؟ يبقى فيه كل هذه الخواص. كويس؟ إذا تتبعت خاصية الجماد إنك أنت يعني لا قدرة لك على أن تتماسك إذا ارتفعت إلى أعلى، ديت انت فيها مسير ولا مخير؟ مسير. انك لو حد رفعك فوق لا تملك نفسك في الهواء، بل لابد ان تتحكم فيك قوانين الجماديه، عشان انت لك كثافه ولك جرم ولك حجم زي الجماد تماما. طيب خاصيه النبات النمو، انت فيها مسير او مخير؟ تقدر تقول انا هنمو النهارده ملي متر ولا سنتي ولا 2 سنتي ولا 3 ولا 4؟ ما تقدرش، انت مسير فيها برضه. كويس؟ طيب خاصية الحيوان الحس والحركة والكلام ده كله، الحياة يعني الحس والبتاع والكلام ده، انت برضه مسير فيها ولا مخير؟ مسير. ايه اللي انت مخير فيه؟ خاصيتك كإنسان، وهي خاصية الفكر، هي دي السبب اللي خلتك انت بني آدم ايه؟ مخير. ولقد كرمنا بني آدم، ولذلك الحيوان ما بيتحاسبش حتى بعد ما يبعثهم ربنا يوم القيامة، يقتص هو اللي بيقتص، وبعدين يقول لهم كونوا ترابا خلاص يلا، لأنه هو حكم عنه سبحانه وتعالى. مفهوم؟ فأنت اللي خلاك تاخد الحساب مسألة الاختيار، اللي نشأ عن الفكر، اللي انت تميزت به عن الحيوان، وتميزت به عن الجماد، وتميزت به عن النبات. أما ما فيك من خاصية النبات فأنت فيه مسير، وما فيك من خاصية الجماد فأنت فيه مسير، وما فيك من خاصية الحيوان فأنت فيه مسير. الله لا يحاسبك على ذلك، إنما عشان عملك إنسان وادك قانون الإنسانية، وقال ولقد كرمنا بني آدم، عشان كده تعالى الغنم بالغرم، الغنم بالإيه؟ أو الغرم بالغنم كما يقولونها. أنت بقيت إنسان وبقيت لك عقل وبقيت لك فكر ولك اختيار، تعالى بقى هنحاسبك في منطقة واحدة بس، اللي هي منطقة الاختيار التي بها صرت إنسانا. ولقد كرمنا بني آدم، كرمناهم بإيه؟ بالعقل، العقل اللي هو الفكر بس. فالمسألة واضحة، ما هيش محتاجة يعني كلام كتير، والبحث فيها طويل، ونسأل الله أن ييسر لنا ويهدينا إلى الطريق المستقيم. إن شاء الله يكون الكلام واضح ومفهوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.